الدكتور علي المصلحي وزير التموين بيتوجه النهارده لمحافظه مطروح عشان يفتتح عدد من المنافذ عشان بيع 117 سلعه غذائيه متنوعه ومدعمه للمواطنين. التخفيض بيصل ل 30% وبتستمر للسنه الثانيه على التوالي، وده طبعا تسهيلا على المواطنين. اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح قال إنه إجمالي المنافذ بلغ 10 منافذ ومعرض مجمع لبيع السلع المدعمة أمام مبنى المحافظة، وأكد إنه المنافذ المدعمة بتضم كافة السلع الغذائية لتوفر كافة احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع.